يوم ما جينا لكم على الموضوع بعد انا كي جعلني انا بعدا كي سطيني انا كي حمقني هما الاشارات في المغرب ما فهمتش هاد الاشارات بقاو كيتطوروا 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 حتى انا كنفهم ما فهم والو هذاك الاشهار ديال هذا الاشهار ديال جيلات فهمتش كل مره زيدني شفره شفره جوج كنت دابا وصلوا اربعه 10 قال اربعه فهمت بغونا نحسنوا بالفراكات جيت ضرب اللحيه ضرب معاها في الشعر ولكن الاشهار اللي كيزيد يحمقني هو ديال الدونتيفريز هلا يعني كيركزو تحك سنان هلا الهندس سناني كيضرني ما عطيتي شي طرطوار ولا شي حاجه اه بحال داكشي واو خش 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 كيف بحال هاد اللعيبات باش بحال لبنان كيبان لك جبنيتات يقول لك اغسل اسنانك ارجوك انا تريد ان تغسل اسنانك الله يخليك بعد هاد الاشاره كره كان في المغرب كره كاع المغاربه سنان بيضات السلام مع واحد واخد راح تولي قدام تخيل معايا هذا اللي كيعيط في التليفون عيط لماه ومليح من الصح ديال التوين الو الوالده الو ولدي فينك انا مليح من التوين الله يوصلك على خير شوفي سمحي لي انا مشيت تاعت لاحيت كاين مشكل راه بان ليا بحال لا وصلت سعيد ياك ما انت صغير كانت في اللعكه الوالده لا بس ولكن دابا بان ليا بحال لا وصلت الله يرحمك ولدي خليناك على خير ولكن إزهار واحدة أخرى والخير كيجيب لي الثمان بعد هذا أم مرضي مع أمو كيبغيها ماشي بحال الإشهار تقول لك بحال باغي ضرب أمو المهم واش شفت الطيج ملي تدير ما فيهش على الميزيدور واش تبلل ولا ما زيري الدم زيري الدم أولا في الطوج وتاني في الطوج اللي في عينه تلتش ماما راك تلوني دسمي ولي قدامي زيد اوكي قول لك في الاخر موثق عليه من طرف جمعيه الراحه والنوم واش كاين بصح جمعيه الراحه والنوم كنتخيل ديال ديال الجمعيه وهنا يلاه كتدخل كتقلد على نسيت فين والمدير عنده ناموسيه كبيره في هذو بلاص والعزاز مفرز ضربيه ونعس مسيكي ولكن تخيلوا معايا كيخدموا في هذه الجمعيه سعيدة كيف لقيتي مع المشاكل؟ هنا مشاكل باباك اللي مات وماماك اللي ماتت وخوتك اللي ماتوا ولادك اللي ماتوا وراجلك اللي طلقك وما عقلش عليه صبري يا سعيدة مع هاد المشاكل ولكن مابقاوش عندي المشاكل لحين سرقت صوري شكرا